تروق لي كثيراً مقولة مارك توين بأننا سنندم على الأشياء التي لم نفعلها في الحياة أكثر من الأشياء التي فعلناها. سنندم على تجربة خشينا خوض غمارها، ومعركة هربنا منها، وتحدي آثرنا فيه السلامة أكثر من ندمنا على الأخطاء التي وقعنا فيها. سنندم لأننا سندرك بعد فوات الأمر أن كثيراً من المخاوف كانت تسكن في العقل لا في الواقع، وأن داعي السلامة الذي قوض هممنا لم يكن نداءً مخلصاً. لن أمل من تذكيرك بها يا صاحبي، حياة واحدة ستعيشها، احذر أن تحياها على أطراف أصابعك.